إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. ربنا لما يتكلم في القرآن بيتكلم بصيغة العظمة، فيقول إن، مش معناها إن في آلهة كتير، لا، معناها ده أسلوب العظمة. لما تقول حضراتكم ليه سيادتكم، هو أصلا تبكلم واحد بس، فأنت عايز تعظم البلد ده فتقول سيادتكم، تفهمني؟ فربنا بيتكلم بالعظمة فيقول إن أعطيناك، منحناك، وهبناك الكوثر، نهر من أنهار الجنة. هو في أنهار كتير في الجنة؟ في أنهار، من ضمنها نهر النيل ونهر الفرات، الاتنين من أنهار الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والأمته من بعده، يعني إحنا كلنا مأمورين بالصلاة. طبعا ده فرض، فيش كلام يعني، ولكن تأكيد. فصلي لربك وانحر. انحر هنا معناها النحر، الذبح لله. تفرق كتير قوي ان انت تذبح لله تقربا الى الله، وان انت تذبح لغير الله، ودي كارثة، شرك، معصية. يعني تذبح وتتعب زي الآية اللي بتقول ايه، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يا نهار ابيض، يعني ناس عملت وتعبت، ربنا اللي بيشهد لهم انهم عملوا وتعبوا، ولكن في الاخر سيصلوا نارا حامية. طب ليه يا رب، ليه هيصلوا نارا حامية؟ ده تعبوا وعملوا وانت شهدت لهم يا رب، لكن كانوا يعملوا لغير الله، كانوا يعملوا رياء لمرضات الناس مش لمرضات الله، فهيصلوا نارا حامية لأنهم أشركوا مع الله. فهنا ربنا بيتكلم على الذبح، فصلي لربك وانحر، يعني ده دليل على إن النحر شعيرة عظيمة من شعائر الله، وواجب على كل من يستطيع في العيد، في عيد الأضحى وعنده سعة، أنه ينحر لله تقربا. والله من أعظم الشعائر إلى الله النحر لله يوم العيد، والنحر في العقيقة، والنحر في الأضحية، والنحر، كل دي شعائر جميلة. فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. يعني إيه بقى الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. اللي هو مين بقى؟ اللي هو أبو لهب وأبو جهل، دولت كانوا يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، لم يعش له أولاد، يعني ولد ليه أولاد وماتوا. فسيدنا إبراهيم وزعل عليه زعل شديد، تمام، فعشان ما عشلوش أولاد، فأبو جهل وأبو لهب يعني فضلوا يعني يسخروا ويقولوا إن محمدا أبتر، لن يكون له عاقب، يعني حد يورثه، مش هيبقى ليه حد كده من بعده يحمل اسمه، زي ما بيقولوا في المثل عندنا، يحمل اسمك. فتخيل بقى إن ربنا قال له إيه، إن مبغضك هو الأبتر، اللي مش هيبقى ليه أصلا ذكر في العالمين، أنت بقى محمد سيكون لك ذكر للعالمين إلى قيام الساعة. ومش بس كده، أنت عندك أمتك تعتبر كلهم أبنائك، لأن ربنا بيقول في القرآن وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أب لهم. فده دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوالد بالنسبة لنا، فهو له أجيال لحد النهاردة في الغرب، الناس اللي كانوا لا يؤمنون بالإسلام يدخلون في الإسلام، وشايفين الآية دي اليومين دولت حاجة عظيمة. عشان كده احنا يواجب علينا ان احنا ايه
يعني نستشعر دخول الناس أفواجا فنسبح لحمد ربنا ونستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى الأبتر هو المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور، وليس مقيدا بأبو جهل وأبو لهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.